اللي ودي أقوله أنا ترى من فترة طويلة ما شعرنا بالفخر الحقيقي لكوننا خليجيين وعرب مثل ما نشعر فيه اليوم، من بعد عقود من التحلطم وعقود من التذمر وعقود يعني سنوات عشرينات وثلاثينات من المناشدات ومعتصمات لقادتنا، وما كنا الصراحة نلقى استجابة فيها تتناسب حجم الإهانات والتعدي علينا ولا بحجم التمادي والغطرسة عند من طمع فينا وطمع بسكوتنا وطمع بصمتنا وطمع في حلمنا وطمع في طولة بالنا. لكن اليوم صج اتقوا غضبة الحليم. خلوني أقول ليش ومن وين الشعور بالفخر. لأول مرة تتحرك دولنا الخليجية بدون الاعتماد على الأم أمريكا، وما يكون دورنا ثانوي في أي تحرك وتحت قيادتهم كما جرت العادة حتى لما كان في تحرير الكويت على سبيل المثال. بالعكس، الأمريكان هالمرة آخر من يعلم، وباعترافهم وبتعليقات المسؤولين الأمريكيين خاصة من الجمهوريين الحزب الجمهوري مثل السيناتور جون ماكين كلهم أكدوا هالكلام ويلومون الإدارة الأمريكية إنها السبب وراء فقدان الثقة فيها كحليف. على العموم إحنا نقول الحمد لله إن إحنا فقدنا الثقة فيهم حتى نعزز الثقة في أنفسنا. الحمد لله إن إحنا فطمنا روحنا عن الدعم الأمريكي. لأول مرة القرار وقيادته خليجية 100%، ولأول مرة إحنا نقول لنا الفخر وبالتضامن مع حلف عربي وإقليمي وتشارك فيه باكستان، وما تبونا نفتخر إلا نرفع الرأس. الشيء الثاني اللي خلينا نفتخر بعد هو عنصر المفاجأة في العملية، وأعتقد هو إنجاز ومفخرة بحد ذاته وباعتراف من الأعداء، لأن رغم كل العملاء اللي موجودين يخدمون الأجندة الإيرانية في الدول العربية مع الأسف، إلا أن عاصفة الحزم كانت مفاجأة لإيران باعترافهم. يوم الجمعة وكالة أنباء فارس قالت فيه في تصريح أن رغم قوة استخباراتنا لكن إحنا فوجئنا، وهذه مفخرة للعمل الاستخباراتي الخليجي ومفاجأة للأمريكان باعترافهم، وهذه بروحها يكتب فيها كتب وتدرس فن الدبلوماسية وفن الإعداد والتهيئة بصمت. أما الإنجاز الثالث فهو قيادة تحالف بهالحجم من الحشد العسكري متنوع، هذا يعتبر إنجاز خليجي وإنجاز عربي. ترى أبداً مو سهل تجمع تحت أمرك قيادة عدة قوات عسكرية من عدة دول وعلى وحدة هدف. هالكم من القوات المسلحة تقودها ترى يبيلها خبرة بس سووها عيال السعودية. يعني مو بس الأمريكان قادرين على قيادة تحالف للقوات المسلحة بهالعدد، إلا السعوديين بعد قادرين وقادرين ونص، وهذه مصدر فخر واعتزاز. عاصفة الحزم نقدر نقول عنها أول اختبار لقدراتنا كدول مجلس التعاون، وأول اختبار لاستخباراتنا وقواتنا العسكرية الجوية والبحرية، وأول اختبار لمهاراتنا القيادية. ويقول لك الأمريكان قدموا لنا دعم لوجستي، وأنا أقول استريحوا، عندنا ترى أوراق قوية وايد، مو بس هذا التحالف كلها كانت محطوطة في الفريزر ما كنا نستخدمها. واحدة منها بس ترى القوة العسكرية، وهذا احنا جربناها، لكن عندنا غيرها، عندنا الضغط الدبلوماسي اللي سبق عاصفة الحزم، وكان اختبار ورقة الدبلوماسية السعودية اللي ينطبق عليها أيضا ترى عاصمة الحزم الدبلوماسي. لما شفنا موقف المملكة العربية السعودية من منع وزيرة خارجية السويد من إلقاء كلمتها في الجامعة العربية قلنا بيه صج حركة قوية، لكن اللي شفناه عقبها كان أكثر، لأن تبعها سحب السفير السعودي من السويد ومنع 100 سويدي من أصحاب الأعمال من الدخول للسعودية. وياتك الصفعة الأقوى من وجهة نظري هو رد فعل مجلس التعاون. دول مجلس التعاون لأول مرة تتحرك ككتلة واحدة بحزم دبلوماسي وصل لسحب السفير الإماراتي من السويد واستدعاءه في البحرين والكويت. رد فعل مجلس التعاون الحازم هو الاختبار الأولي لأوراق الضغط الحقيقية اللي احنا نملكها. كذي لما نتحرك كتلة واحدة كاتحاد شوفوا النتيجة صار اعتذار من ملك السويد، والبرلمان السويدي يستجوب وزيرة الخارجية ويطالبها بالاعتذار للسعودية، تقول له والله اعتذرت
لكن سكروا التليفون في وجهي. كذي يفرض الاحترام، عالم ما يعرف إلا لغة القوة. فرضنا احترامنا بالأدب الدبلوماسي، بالتخلي عن النظرة الدونية لأنفسنا، وأخذنا منهم هالمرة التعهد بعدم تكرار أي سلوك فيه قلة احترام لنا. اختبرنا بهالمواقف قوة اتحادنا وقوة حراكنا الجماعي. يا أخي نظرة العالم تختلف لنا لما تتخلى دولنا عن أحلامها الصغيرة، وكل دولة فينا تبي الصدارة والزعامة لها. هذه درس لدولنا الصغيرة، إن التغريد خارج السرب يضيعك، والبحث عن الزعامة يضيعك. قوة كل دولة صغيرة فينا تكمن في كونها جزء من تكتل كبير، هني تجبر العالم على احترامك. الدول الصغيرة تكبر ويكبر حجمها ويكبر احترامها، وما يضيع حقها ولا تخسر، بل بالعكس. من صدقي هالمرة خليتونا نفتخر ان احنا خليجيين عرب. العالم بيطالعنا غير، ينظر لدول المجلس التعاون هالمرة بنظرة مختلفة. راح تكون هناك طبعا تبعات لعاصفة الحزم تتجاوز موضوع اليمن. طول عمرنا كنا نقبل نلعب دور الأغبياء اللي مو فاهمين، ونخليهم أهما يستغفلوننا، وفي عالم ما يحترم فيه إلا القوي، مع أن عندنا أوراق ضغط دبلوماسية كبيرة، عندنا بترولنا، عندنا السيولة المالية، عندنا الاستثمارات الخارجية، عندنا سلاحنا، عندنا حاجة العالم لنا أكثر من حاجتنا له. إحنا نملك البدائل، هم ما يملكونها. كان ينقصنا الفرصة لاختبار قدراتنا، واختبرناها، ولنا الفخر اليوم كبحرينيين ان احنا نكون جزء من هالانتصار، وجزء من هاي الكيان الخليجي العربي اللي فرض احترامه على العالم بدون الحاجة لأمريكا ولا لغيرها. فتحية، تحية اكبار وتقدير واجلال لصقور الجو، لطياريننا البواسل اللي شاركوا في عاصمة الحزم وعاصفة العز والكرامة. اليوم وضعنا الداخلي لابد يكون على نفس المنوال ونفس الرتم ونفس قوتنا الخارجية. ما في وقت ولا يجب التهاون في أمننا الداخلي وحمايته من التلاعب، انتظارا لرضا أمريكا أو انتظارا لقناعة من الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. كل أدرى بمصلحته، مثل ما هم ما يتهاونون في أمنهم، إحنا بعد لن نتهاون في أمننا، وما في مكان لخائن بيننا. وحدتنا الوطنية هي حصننا، هي خط الدفاع. الوطن حضن كبير يضم كل من يلجأ له، شيعي، سني، رجل، امرأة، ما له علاقة، ما احنا بأعداء، احنا عيال بلد واحد. لكن المطلوب نشتغل ضمن إطار دستوري ونحترمه اللي يجمعنا، ونقبل بسيادة دستورنا وقانوننا، ونشتغل بوضوح، ما نلوي للسان، نبي نرفض صريح لأي وصاية من غير بحريني، من غير البحرين، وأي مرجعية غير بحرينية ترفض. ما في غير الدستور البحريني، وما في غير الانتماء لدول مجلس التعاون. احنا خليجيين شيعة ولا سنة، التعاون الخليجي والعروبة اهما فقط اللي احنا نحتمي فيهم، وكفاننا لعب بالحبلين. لا تقول لي مرة معايير دولية ومرة احنا استحقاق دولي، احنا امام استحقاق وطني. ما عاد الامر يحتمل التلاعب بالالفاظ والتبرير والمشي على الحبلين. البحرين والمنطقة تمر في منعطف تاريخي يستلزم وضوح الموقف، إما أنك بحريني خليجي عربي، ولا تتحمل اللي يلزمك فيه القانون البحريني. كلمة خيرة أوجهها للمواطن، هذه لحظة تاريخية بتسجل فيها دورك. ليش؟ لأن 5 سنوات وإحنا عايشين تحت وهم وسراب من الخوف من قوة غيرنا، والخوف من ضعفنا، والتهويل، وماكينة إعلامية تشتغل علينا، سوتنا ضعاف وسوتنا مهزوزين، ونشرت بيننا إشاعات وحكي وتضخيم في حجم أعدائنا وتصغير في حجمنا. 5 سنين إحنا نساعفهم بنشر الإشاعات والنكت على نفسنا، ونساعدهم بنشر اللي ودهم أهما ينشروننا، ونصدقه، أقنعونا إن إحنا ضعاف، أقنعونا إن إحنا مالنا كلمة، أقنعونا إحنا جيوشنا مهزوزة، إن قوتنا العسكرية ضعيفة، ولولا أمريكا كان اللي حاميتنا كان ضعنا. أقنعونا إن لولا أمريكا كان رحنا خفنا، ترى إحنا حتى يوم اطلعوا أسطولهم بي قمنا نتراعد، لين طلعوا تصريحات ضدنا قلنا بي ما رش بيصير. اليوم أقول حق كل بحريني انتهى الزمن، أقول لكل من اعتقد أن الأمريكان هم حماتنا انتهى الزمن.
ما يقول هالكلام اليوم إلا جبان وضعيف، فلا ينقل خوفه رجاء لنا ولا ينقل هذا الجبن اللي هو فيه لباقي الناس. أقول للمواطن البحريني وبالأخص النساء، ليش أوجه النساء؟ أنا منهم أعرف شو قدرون يسوون، دورهم هو أهم دور في هالمرحلة القادمة. محنا ضعاف، محنا ضعاف مرتين كرروها وأكثر من مرة. ترى القوة إحساس قبل أي شيء ثاني، القوة داخلية وقناعة داخلك تزرعها بإيمانك بالله أول شيء، وبنشر هالإحساس في محيطك. صج نشر الأدعية لله عز وجل والتضرع له وقتش دايد شيء زين ومستحب، لكن نشر إحساس الفخر والاعتزاز الحين هو اللي نحتاجه مع الدعاء. نشر النخوة، الشعور بالعزة بالكرامة بالثقة، تعزيزها مهم. هذه دورك اليوم البحرينية والخليجية، أم كانت ولا أخت ولا زوجة، دورها في رفع همة عيالها وإخوانها، بالإضافة إلى أنه هو دور وسائل الإعلام، لكن أنا أتصور دور المرأة في هذه مو قليل. حرك الشارع، حرك الناس، طلعي مشاعر العز في رجالنا بصورة تنشرينها، بكلمة تكتبينها، بمسج، بندوة، بتجمع، اللي تقدرين عليه. خلنا نرجع الثقة في أنفسنا، ولا تساهمون بشيء عكسي، لا تساهمون في نشر الإشاعات والتخويف والتهويل. الإحساس بالفخر مهمة، بدوها أبطالنا البواسل. أبطالنا البواسل هم اللي بدوا هذه المهمة في قواتنا الجوية. مهمتنا الحين مساندتهم وإكمال المشوار. محنا قلال ولا احنا ضعاف، ولا قيادتنا منهزمة، ولا قيادات دول الخليج مو قادرة على الزعامة، بالعكس وقيادات قادرة على الزعامة وقادرة على قيادة تحالف عسكري دولي. الحين الباقي عليك. فاصل ونرجع مع أولى فقراتنا. Let's go.
البلد اللي بالعزيمة صقرها. اللي بالعزيمة صقرها.